قال مسؤولون أمريكيون لرويترز أن الجيش الأمريكي على بعد أيام على ما يبدو من إتمام انسحابه نهائيا من أفغانستان، مستبقا بفترة كبيرة تاريخ 11 من سبتمبر أيلول الذي حدده الرئيس جو بايدن كموعد نهائي لإتمام سحب القوات وأنهاء أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة. وقال الجنرال أوستن ميلر أن السيطرة السريعة لحركة طالبان على العديد من المناطق الاستراتيجية في جميع أنحاء البلاد يعد أمرا مقلقا للغاية، محذرا من أن الميليشيات المنتشرة لمساعدة قوات الأمن الوطني المحاصرة قد تقود إلى حرب أهلية. وأضاف ميلر أن الحرب الأهلية هي بالتأكيد طريق يمكن تخيله إذا استمر الوضع على المسار الذي يسير عليه الآن. وقدم ميلر بعض الحلول لتجنب هذا السيناريو الخطير في أفغانستان بقوله إنه للمضي قدما، يجب أن تركز قوات الدفاع الأفغانية على تعزيز قوتها وإنشاء مناطق استراتيجية وحمايتها. إن خسارة مناطق أمام طالبان تسمح لهم بقطع روابط النقل والاتصالات، ما يهدد عواصم المقاطعات.